ومن ذلك ما وقع بالأمس أيها المؤمنون، أناس اجتمعوا للإفطار وتنادوا إلى ذلك، فذهبوا إلى الساحة الخضراء، وأسميها بالساحة الخضراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه لا يغير الاسم إلا إذا اشتمل على معنى قبيح. فوجدوا أرضها قد غمرت بالمياه، المياه الذي حرم منها كثير من سكان العاصمة، وهذا تصرف صبياني. هذه كلمة حق لا بد أن تقال. بالله عليكم إذا خرجتم بعد الصلاة انظروا إلى الزرع في شرق هذا المسجد، مات كثير منه بسبب عدم المياه. سكان شرق المسجد يعانون من العطش، أسر في الفتحاب وفي غير في أركويت من رمضان يعانون من انقطاع المياه. غمرت أرض الساحة الخضراء بالمياه.